السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدين الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج منبر الرافدين. عنوان حلقتنا لهذا الأسبوع ذكرى ثورة تشرين، 4 أعوام مضت ولا تزال الأحزاب خائفة. مشاهدين الكرام، سينضم إلينا في هذه الحلقة الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور قحطان الخفاجي معنا عبر سكايب بعد قليل، وأيضا بإمكان حضراتكم المشاركة معنا عبر أرقام هواتفنا الظاهرة أسفل الشاشة أمامكم أو من خلال الرقم المخصص للواتس أب الذي يمكنكم من إرسال رسائلكم النصية والتي سنقرأها تباعا إن شاء الله في هذه الحلقة. إذن مشاهدينا الكرام، حلت الذكرى 4 لثورة تشرين على العراقيين لتعيد لأذهانهم اللحظات الأولى من انطلاق تلك الثورة التي قدم أبناؤها التضحيات والدماء في سبيل خلاص بلدهم وتحرره من العبودية والظلم والقهر الذي يعيشه العراقيون بفضل أحزاب العملية السياسية التي ولدت حكومات مشوهة شعارها الفساد وهدفها تدمير الوطن. 4 أعوام لم تنسي شباب الثورة ما خرجوا من أجله رغم الهجمات الشرسة التي شنتها أحزاب السلطة وأذرعها المسلحة وآلتها الإعلامية ضدهم، ولكن هذه الهجمة كما يصفها العراقيون تعبر عن خوف شديد وقلق من تكرار هذه الثورة بالنسبة للأحزاب، هذه الثورة التي كانت سببا في الإطاحة بحكومة عادل عبد المهدي، وهي التي فضحت وكشفت الكثير من الوجوه التي كانت تختبئ خلف أقنعة دينية وسياسية وحقوقية وأمنية مزيفة. مشاهدينا الكرام، دعونا نتابع هذا التقرير عن الذكرى 4 لثورة تشرين ثم نعود. في اليوم الدولي لمناهضة العنف التحقت أعداد جديدة من المتظاهرين في العراق بأقرانهم ممن أصيبوا بعاهات قبل 4 سنوات خلال انتفاضة تشرين عام 2019 جراء تعرضهم لهجمات بالقنص وقنابل الغاز التي حطمت جماجم المئات منهم في ذات المكان والزمان تأكيدا لاستمرار الثورة. قوات الأمن الحكومية عادت الكرة وقمعت المتظاهرين الذين خرجوا إحياء للذكرى 4 لثورة تشرين، حيث انتفت الحاجة لاستخدام ما كان يسمى بالطرف الثالث الذي لطالما نسبت إليه جرائم قتل واختطاف وترويع بحق المتظاهرين والناشطين خلال السنوات الماضية. 5 حكومات مرت علينا، هاي ال5 حكومات شطتنا، يعني اعطتنا سيادة، اعطتنا يعني مكان بين الدول العربية والخارجية بالنسبة للشباب إذا طلعوا، كل شيء مطتنا هاي الحكومات. جاية حياة، احنا مطالبنا بضاويد الشهداء، احنا من 2019 حتى احنا نطلع ونعطي شهداء ونرجع. هسه اليوم على ابصر شيء اسمعوا عليهم بطن مي، على السلطه اسمعوا بطن مي يضربونا بالدوافي وبالعصاص. تظاهرة ثورة تشرين جاءت اليوم لتجدد مطلبها الرئيس بإسقاط العملية السياسية والكشف عن قتلة المتظاهرين ومصير المغيبين منذ عام 2003 وفضح السياسيين الفاسدين. المتظاهرون ركزوا على رفض حكومة السوداني وهتفوا ضد تحالف قوى الإطار التنسيقي الجامع للميليشيات التي تمسك بدفة الحكم اليوم. تغيير الحكومة، حكومة ما قدمت شيء، لا قدمت للشعب ولا قدمت للشهداء تشرين، فإحنا نجدد عهدنا بهذا التشرين ونبقى تشرينين. إحنا هدفنا الأساسي إسقاط نظام، إسقاط نظام، بس أنتم تردون نحرفها على مطالب ما مطالب، لا إحنا إسقاط نظام، إحنا ما نخليكم مليان، هي هاي الشغلة ما تصير، أنتم ثبتونا بأن أنتم مو تشتغلوا للدولة، أنتم مو عراقيين أساساً. ورغم القمع والترهيب، أثبتت تظاهرة تشرين أن مطلبها الرئيس بإسقاط النظام السياسي بنهجه الطائفي هو هدفها الثابت ولن يتغير، وإن حاولت الحكومة شيطنة الحراك الشبابي وحرف بعض القوى من المطالب المشروعة. مشاهدينا الكرام، تابعتم إذن التقرير الذي تحدث عن الذكرى 4 لانطلاق ثورة تشرين. أرحب الآن بالدكتور قحطان الخفاجي الأكاديمي والباحث السياسي معنا عبر سكايب. حياكم الله دكتور قحطان. حياك الله.
العزيز وحيا القناة وحيا المشاهدين الكرام. أهلا وسهلا. بداية، كيف تابعت حضرتك استذكار العراقيين للذكرى 4 لثورة تشرين، وما الذي يمكن أن يفهم من هذا الاستمرار أو عدم نسيان هذه الثورة؟ أكرر الترحاب بالأخ العزيز، حياك الله. وبدءا نحن نكون دقيقين بتشخيص أو بتحديد ماهية وجودنا الآن. نعم. نحن كعراقيين كباحثين نبحث ونحلل الوضع العراقي الحالي وتداعياته وارتباط موضوع ثورة تشرين من حيث الإحياء الذكرى أو من حيث وجودها في الوضع العراقي القائم. إذا نحن محللون ولسنا متحاملين، حاملون على جهة محددة. تمام. أما كيف قرأنا وكيف نقرأ كمتابعين كعراقيين، حقيقة نرى أن الوضع العراقي الذي دعا إلى ثورة تشرين أو إلى حراك وطني بالاتجاه الذي ذهب إليه تشرين هو ظرف العراق الذي تؤشر كدلالاته على أنه ظرف من سيء إلى أسوأ منذ 2003 لحد الآن. تدعى ذلك اعترافات القوى السياسية الفاعلة بفشل العملية السياسية، تدعى على ذلك الانقسامات البينية والارتباطات الخارجية. إذا كل دلالة تشير إلى أن العملية السياسية فاشلة عاجزة على أن تقدم شيء. ودليل على ذلك أن 4 سنوات أو 5 سنوات بعد ثورة تشرين، 4 سنوات، هي الأمور كما هي عليها. إذا أسباب وجود ثورة تشرين سواء باسم مسميها تشرين أو بحجمها أو بدلالتها الأخرى موجودة، وبالتالي هو عبارة عن الشعب ما زال عند ثوابته، ثوابت التغيير، والحكومة للأسف الشديد بالمقابل، الحكومة لا فرق بين حكومة المسميات كلها واحدة، أيضا ما زالت على حالها، لم تسمع ولم تتخذ إجراءات معينة لا لإصلاح حالها ولا إصلاح الوضع ولا تنفيذ حقيقي للمطالب العامة الشعبية. إذن نحن في وضع يستوجب بقاء ثورة تشرين وليس تراجع. لكن هناك من يستكثر على العراقيين التظاهر، هناك من لا يريد للعراقيين أن تصدح أصواتهم بالرفض لما يحدث في العراق، يعني رغم أن الدستور الحالي يكفل حرية حق التظاهر السلمي وحرية التعبير عن الرأي، لكن الآلة الإعلامية الموجودة للأحزاب اليوم دائما ما تهاجم من يتظاهر، دائما ما تشن الحملات ضد من يخرج للتعبير عن رأيه. طيب كيف إذن للمواطن العراقي أن يغير الحال السيء إلى حال أفضل؟ يعني هذا حقيقة تدلل أن الحكومة غير واعية إلى ما تقوم به من عمل. بدلا إذا جئنا لعملية لي الذراع أو عملية احتواء الطرف الآخر أو عملية أي من حالة، الحكومة أعطت إذن لبعض الأشخاص للقيام بتظاهرة بمناسبة هذه وحسب ما تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي. إذا الحكومة المتظاهرون قام بإجراء سليم وفق الدستور. الحكومة كان عليها أن تكون هي أذكى حتى من الأطراف التي تعتقد الحكومة على أنهم سيروغون ويقدمون صورة أخرى في الساحات. كيف؟ أنها الحكومة عليها عندما أعطت هذا الإذن عليها أن تقوم بواجبها الصحيح بأن الذي يتجاوز على المواطن أو على الشرطي تحاسبه لشخصه لا لعموم المتظاهرين. هذا واحد. اثنين، عليها أن تسعى إلى أن أو تدفع للقنوات الأخرى عامة أن تنقل الأحداث باعتبار أن الأمر طبيعي ورسمي. لماذا الفضائيات جلها إلا واحدة واثنين إلا الرافدين أعتقد والبغدادية هي التي فقط عم نشرت أو غطت حدث موافق عليه رسميا وعلى أساس شعبي؟ إذن الإرادة الحقيقية للدولة الرسمية العراقية هي غير الصورة الواضحة، أي إرادة باتجاه السيء. هذا أعتقد أنا شخصي كل الفضائيات تعجم عن عدم ذكر شيء عن التظاهرات، ليس إجراء ذاتي أبدا، لأن الإعلام يبحث عن حدث وأعتقد هذا حدث مهما كان حجمه هو حدث. إذن الحكومة أخطأت في عملية احتواء، إن أردت تحتوي عملية الثورة أخطأت باحتوائها من حيث التعامل معها ومن حيث السماح للفضائيات إلى تغطيتها. أنا أقول كان عليها أن تجبر الفضائيات أن غطوا هذه التظاهرات، وكان عليها أن تكون العراقية هي مقدمة الفضائيات لكي تدلل على ذلك. طبعا يعني
التكنولوجيا الحديثة والهواتف النقالة والإنترنت أوصل كثير من الحقائق اللي عجزت محطات فضائية عن إيصالها. لكن السؤال دكتور، أنه لماذا لم تعالج أحزاب السلطة التي هي التي شكلت الحكومات المتعاقبة، لماذا لم تعالج الأخطاء والمشاكل بدلا من أن تضغط مزيدا من الضغط على المواطن العراقي ليزداد الحقد لديه، ليزداد الكره والعداء لهذه الحكومات أو لهذه الأحزاب؟ يعني بالتأكيد هذا أيضا سؤال وجيه جدا ونوجه للحكومة. عندما استشعرتي أن حجم الحراك الشعبي ذهب باتجاه تغيير عملية سياسية، كان مفروض أن يكون تغييرات حقيقية وليس شكلية ثم يتم التراجع عنها لاحقا، واستهواء بعض الضعاف النفوس داخل الثورة وجعلهم ينزلقون إلى العملية السياسية. أعتقد كما نكمل كمتابعين أن المهمة الحكومة ليس لغرض تقديم شيء إيجابي، سواء إن كان هم يتبرعون به أو يستجيبون لمطلب الشعب، بقدر ما هم عليهم واجبات ملزمين بتنفيذها من جهات خارجية. والدليل أن العملية السياسية التي اقتنع أصحابها من ضرورة التعديل رجعوا عن التعديل. واحد، الحقائق التي طلبها الثوار وهي حقائق منطقية أو مطالب منطقية لم يسار إلى أي شيء منها. الشيء الثالث، الحكومة أدانت عملية قتل المتظاهرين من الطرف الثالث بشكل عام، ولكنها لم تقم بأي إجراء واحد إلى متابعة الطرف الثالث. الشيء الآخر، أن المواطن العراقي لم يلمس شيء إيجابي على أقل تقدير يتراجع خطوة للخلف من حيث تقديم خدمات أو تقديم كذا، علما أن الثورة لم تأتي بمطالب خدمية ومطالب جمعية، ولكن التعامل الرسمي الحكومي مع الثوار إن كان لاحتوائها أو لأي شيء غاب عنه الحكمة 100%، بل تسيد النقد، الموقف السلبي، الموقف المتحامل، وبالتالي أعتقد هذا يدفع بأن تبقى الثورة موجودة في نفوس المواطنين بشكل مضاعف. ألم تكن الحكومة لتثبت جديتها في عملية إعادة الحقوق إلى أصحابها أو عملية إنصاف المتظاهرين عن طريق استجواب التحقيق مع الأول، الشخص الأول في الحكومة آنذاك وهو عادل عبد المهدي؟ يعني عادل عبد المهدي كرم بالحصول على التقاعد بعد أن استقال من منصبه أو عزل أو سميها ما شئت، لكن السؤال هو لم نرى أي خطوة جادة من قبل هذه الحكومة لمحاسبة الرؤوس الكبيرة التي هي من المفترض أن تكون المسؤولة عن ما حدث داخل ساحات التظاهر من قتل وغيره. عزيزي، سقف مطالبك عالي جدا. يعني العفو، وياك دكتور تفضل. سقف مطالبك عالي جدا. أن يسأل أحد عن صدرات المشهد مستحيل، لأن جميعا جاءوا معا بآلية واحدة، كل يكمل الكل، ولكن كنا نتمنى أن يحاسب ضابط شكلي بأنه قام بشيء معين ويعطى له حكم معين يقضيه في جزر كناري أو في هاواي حتى يعني يشكل أنه هناك حل أو هناك إجراء. المشكلة الحكومة للأسف الشديد عدم جدية معاملتها يحسب بحسابين، أما هو بجهل كامل في كيفية احتواء الآخر، أو هو تمادي حتى أن لا تسمع الآخر ولا تنفذ الآخر. ثم ما ذهب إليه من تصليحات شكلية بالعملية السياسية كإنهاء هاي مجالس المحافظات وسانت ليغو، ثم عادوا إليها سرعان ما عادوا إليها، يدلل على فعلا أنهم غير جادون في أي إجراء. بل نصل إلى أبعد من ذلك دكتور، لا تسمح لي، هم لا يحترمون الدماء التي سالت على الأرض، لا يحترمون الأرواح التي أزهقت. هم يعتبرون الذي زهق عدوا لهم بدون استثناء. بل أنا أقول أكثر دقة، حتى ما يسمى جماهيرهم خاصة هي أعداء لهم، والدليل أن أهالينا في المحافظات الجنوبية وغيرها، لا نقول الغربية والشمالية، هي في وضع مأساوي جدا، وهم يعملون ويحكمون باسمهم وبمذهبيتهم وطائفيتهم. إذن لا يحبون أحد سوى القوى الخارجية وجيوبهم الشخصية. اسمح لي دكتور أرجع لحضرتك بعد لحظات، لكن مشاهدينا الكرام لنستمع الآن لرأي السيد أبو علي من بغداد. تفضل يا أبو علي. أبو علي من بغداد،
موجود؟ طيب السيد أبو أحمد من بريطانيا، تفضل يا أبو أحمد. السلام عليكم أستاذ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك أستاذ محمد. أنا يعني واقع الحال اللي دا تابعه بالمظاهرات، أولاً بالضبط مثل مباراة كرة قدم بين فريق محترفين وبين فريق هواة. للأسف ذول العصابة 20 سنة أصبحوا محترفين عن كيفية الدفاع عن أنفسهم وعن كيفية المحافظة على امتيازاتهم ومناصبهم. أما ما شاهدته في ساحة التحرير يعني عدد مخجل، يعني مو هذا العدد اللي كنا نتصوره. يعني أنا تتصور يوم الأحد 11 راح تكون ساحة التحرير واصلة إلى ساحة الطيران، واصلة إلى حتى إلى ساحة واصلة إلى حتى إلى ملعب الشعب، لكن فاجأت بأعداد قليلة جدا فتم بسهولة قمعها. لذلك يحتاج الشعب كله يتفق على موعد، مو شيء سنوي. شنو تشرين؟ ليش تشرين؟ خلي يصير أسبوعي، خلي يصير كل أسبوعين، خلي يتحول بعد المظاهرات إلى 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 إضراب، بعد الإضراب إلى اعتصام. يعني مصر غيرت حكومة مبارك اللي كانت حكومة قوية جدا، مو حكومة ضعيفة. أبو أحمد لا يمكن المقارنة، لا يمكن المقارنة إطلاقا إطلاقا. طبعاً طبعاً يعني هذا الموضوع حقيقة يعني دائما نسمع هذه الآراء، التوانسة غيروا، المصريين غيروا. يا جماعة الآليم الوضع مختلف. نعم. طلعوا للتحرير، يطلعوا للتحرير، اطلع للاطلع، اطلع فت مليون واحد ساعة التحرير. نعم. يعني تهجم هذا. يعني طيب. الأعداد اللي أنا شفتها بالتلفزيون مش تشجع. يعني شلون هذا اللي شلون انتخاب من عدد؟ نعم. مع الأخذ بعين الاعتبار يا سيد أبو أحمد، نعم هي كانت يعني شبه تظاهرات، لكن هي كانت استذكار أكثر منه تظاهر حقيقي. لا احنا نتمنى مظاهرة حقيقية. نعم. مريد استذكار شو سوي بيه؟ ذولا ناس مجرمين، عصابة ذولا تحكمنا. هاي العصابة ما تهتز بسهولة، يعني اصلا ما مهتمين لهذا الموضوع. نعم. مهمهم مستمرين على الدعايات الانتخابية مال مجالس المحافظات وعلى احزابهم وعلى شبابهم ولا يم الناس. انا اشكرك سيد ابو احمد من بريطانيا، شكرا جزيلا لحضرتك، نقاط مهمة حقيقة طرحتها، ساطرحها الان على دكتور قحطان. لكن دكتور قحطان، يعني يقول السيد أبو أحمد من بريطانيا أنه ما يحدث في العراق اليوم شبهها بمباراة كرة قدم بين فريق محترفين ألا وهي أحزاب السلطة، وما بين فريق الهواة ألا وهو الشعب أو المتظاهرون. كيف يمكن لهذه التظاهرات أن تنجح وهي غير منظمة وهي عشوائية؟ بل السؤال الأهم، هل تحتاج تشرين إلى قيادة لكي تنجح، أو هذه التظاهرات في العراق إلى قيادة لكي تنجح؟ حيا الله محمد وحيا العراقيين اجمعين. هو حقيقه الامر لا نختلف كثيرا مع الاخ ولا نتفق عليه معه كامله. ثوره تشرين كما معروف حراك وطني جمعي عفوي من معاناه. لا. صح كان بحاجه الى قياده، ولكن كمنطق عام عملية التظاهر في العراق هو ليس مجرد خروج الشعب على حكومه معينه فاسده او قاصره كما هو الحال في مصر او في تونس. لا، خروج العراقيين في تظاهر لتغيير الحال في العراق السياسي هو خروج على استراتيجيات لقوة دولية عظمى بالعراق، هو خروج على استراتيجية أمريكية في العراق، استراتيجية صهيونية في العراق، استراتيجية إيران في العراق. وبالتالي مظاهرون العراقيون خرجوا ضد هذه الدول، وجابهوا ثلاث دول مباشرة بقمع بما تملك من قوة. جابهوا الدولة منطقة غبراء، جابهوا الدولة العميقة، وجابهوا إيران بما تملك. وبالمقابل كل ثورات المنطقة العربية حازت على تأييد دولي، دعم دولي، وهو معروف. أما العراق ثوار العراق لم يحصلوا على أي دعم حتى شكلي، والدليل أعطوا 1000 شهيد، لم تعطي أي ثورة إلا عشرات الشهداء، وقامت الدنيا ولم تقعد من أجلهم. أما العراق 1000 شهيد وآلاف المغيبين والجرحى، لم يتحرك ساكن للمجتمع الدولي. إذا ثورة تشرين جزاها مليون 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 خير أنها هزت عروش وغيرت قناعات وغيرت ثوابت رغم قدرات المتواضعة. وأيده أن تحتاج إلى حراك أوسع، جماهيري أوسع لكون فعل أكثر، أؤيد. ولكن لا نخرج من حساباتنا هذه المقارنة المنطقية. طيب، يعني هو ذكر نقطة تتعلق بالأعداد، وقال بأنه ما رأيناه في ذكرى
أو استذكار العراقيين لثورة تشرين في ذكراها الرابعة كانت أعداد لا ترتقي إلى الطموح، لا ترتقي إلى المستوى المطلوب. طيب يعني هي في النهاية نعم كما قلنا هي استذكار، لكن هل يمكن القول بأن العراقيون قد بردوا تجاه التظاهرات والثورات؟ أنا لا أعتقد أنهم بردوا. وسألوني جماعة كمتابع للأحداث قالوا ثورة تشرين لم تأتي أكلها وأنها فشلت وانتهى ويجب أن نتناساها. نقول لا، كل دول العالم التي سعت إلى الاستقلال من محتل أو من قوة خارجية لم تكسب الجولة من أول النتيجة من أول جولة. العراق على سبيل المثال في الاحتلال البريطاني قام بثورة العشرين، قام بثورة بكر صدقي، قام بثورة 41 مايس، قام بحركة انتفاضة 52، قام بثورة 48. رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي هو سيد الكونين وله قدرة وقوة إلهية كبيرة جدا لم يكسب كل ما يتمناه من نصر بأول معركة بدر أو أخرى، لا، كسب بدر، خسر أحد، كسب الثانية حتى جاء النصر الكبير. إذا الثورات تحتاج نفس، وهذا هو الآن العراق قائم. فأعتقد أن ثورة تشرين كانت تتويج إلى الحراك العراقي الوطني الراغب بالتغيير، ولكن حراك قد تجدد باسم تشرين باسم آخر لا غير. المهم أنه حراك من أجل التغيير، وأعتقد العراق هو العراق سباق بهذه الحالة. ولا ننسى أن ثورة العشرين هي أقوى ثورة ضد بالمستعمرات البريطانية ضد بريطانيا. الهند لم تقوم بثورة بهذا الحجم ضد بريطانيا، ولكن العراق قام بها، كسر شوكة بريطانيا. فأنا أعتقد العراقيون جميعا يعرفون هذه الحقيقة، ولكن ظرفهم صعب، وإن شاء الله الأيام طويلة والأيام حبلى بالأحداث. اسمح لي دكتور قحطان أعود لحضرتك بعد لحظات، خلينا نسمع ونشاهد أيضا مع السادة المشاهدين الكرام استطلاع رأي لمواطنين عراقيين في الداخل العراقي. كما عودناكم مشاهدين الكرام في منبر الرافدين التقينا بمواطنين عراقيين، سألناهم عن ذكرى ثورة تشرين في عامها الرابع، سألناهم عن رأيهم في الوضع الآن في العراق، ما الذي يرغبون به، ما الذي يطمحون إليه في ظل الوضع الذي يعيشونه الآن، ما رأيهم بالعملية السياسية وبهذه الحكومات والأحزاب التي تعاقبت. دعونا نستمع إلى بعض الآراء ثم نعود لنكمل الحديث. انتفاضة تشرين هي انتفاضة شعبية قامت بجهود الناس الخيرة والناس الفقراء اللي هم متضررين من الوضع العام بشكل عام، يعني متضررين من هذا الوضع. لما تجي تبحث عن أسباب قيام ثورة تشرين أو انتفاضة تشرين، أنا أعتبرها ثورة صراحة، أسبابها أولا تردي الوضع الاقتصادي للبطالة موجودة، عندك الفساد والمفسدين اللي منتشرين الآن ومسيطرين على كل مفاصل الدولة. ثوار تشرين خرجوا من أجل هذه المبادئ، نعم العراق بحاجة إلى ثورة جديدة لتغيير هذا الوضع، الوضع المتعب اللي قاعد نعيشه احنا. أولا للتعارض بين المبادئ اللي يحملوها التشرينيين والمبادئ أو الوضع المستفيدين من عنده اللي أعضاء الموجودين بالحكومة. ثورة تشرين هي كانت تعتبر كنظر للشباب، لأنه أكو كبت موجود للشباب وكل نهضة للشباب. العراق بحاجة إلى نهضة كاملة، مو شرط تشرين، لازم الكل يكون نهضة من الصفر ومن الواحد للمية. الثورة مال تشرين يعني بالنسبة زينة، ضد الحكومة زينة، حاليا ما سوت شيء الحكومة لحد الآن، ما سوت لنا شيء، نفس الروتين، نفس العملية اللي جو بيها، دمروا الشعب، أذونا، ما سووا شيء مثلا اللي يريد الشعب، تأذيهم لأن هم يردون الكراسي والكرسي اليوم مو بسهولة ينطوا، يخافون لأن الشعب كل ما يصير ضغط عليهم يخافون، هم مو مثلا يواجهون، هم خاتلين حاليا. والله ثورة تشرين ثورة عظيمة، يعني غيرت كثير من الموازين على الساحة العراقية. ثورة تشرين وأكثر من ثورة تشرين، تغيير جذري والإصلاح والإعمار، إيراد تغيير جذري، لأن العملية السياسية عرجاء بنيت على باطل، فاللي يبني على باطل فهو باطل.
هاي السياسات المتبعة، يعني إذا مظاهرة سلمية ماكو داعي لقمع المظاهرات. لا ماكو خوف بالوقت الحاضر، يعني إذا ثورة سلمية ويطالبون بالحقوق اللي يريده الشعب العراقي ماكو داعي للمظاهرة. ثورة تشرين والله حقيقة من الثورات الممتازة اللي عبرت عن آراء المواطنين واحتياجهم، فيعني ما أقدر أكثر من هذا أقول. والله هذا الشيء يعني ولو يعني أنا ما لاحظنا أنه كل مظاهرة تقمع، إنما يعني مرات تصير شغلات لأنه يدخلوها للمظاهرات، تدخل بيها ناس أو عناصر شلون تقول ما تريد توصل الرسالة بصورة صحيحة. مشاهدينا الكرام، استمعتم حضراتكم إلى آراء مواطنين عراقيين. أعود للدكتور قحطان الخفاجي مرة ثانية. دكتور قحطان، ائتلاف نور المالكي يقول بأنه تظاهرة تشرين اللي دعا إليها الناشطون في الذكرى الرابعة لانطلاق الحراك الشعبي لن تستطيع الوقوف بوجه تجربة الحكم الحالية. هذا الكلام جاء عن طريق المتحدث باسم الائتلاف عقيل الفتلاوي، الذي قال بأنه تظاهرات تشرين عاجزة عن فعل أي تغيير، وأن الخروج ضد الطبقة السياسية مجرد كلام فضفاض، وأضاف أنه لا يستطيع أحد مواجهة الطبقة السياسية المتكونة من حكومة وبرلمان وقوات أمنية، وزعم بأن الأحزاب السياسية هي الحل وأن ما دونهم لم يكونوا يوما جزءا من الحل. يعني هذه عقلية نور المالكي، هو يعكس الائتلاف، يعكس رؤية هذه الأحزاب. كيف يمكن أن يحاسب قتلة المتظاهرين، أن تعاد الحقوق إلى أصحابها، إن كانت هذه الأحزاب لا تعترف بهذه الثورة وبهؤلاء الثوار؟ هذا المتحدث لو كان لديه خبرة ووعي حقيقي لما تكلم بهذه الآلية الفجة التي لا تدل إلا على تعنت وعلى رؤى قاصرة بكل معاني السياسة. الله عز وجل خالق الكون وهو يملك ما يملك، ومع هذا أعطى عن وجوده ألف دليل ودليل، قال إذا كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة مثله. إذن أعطى الملعب في ساحة المشككين. هو لو قال أن العملية السياسية قدمت ما قدمت وهذه المظاهرات تريد أن تبدد الإنجازات، تعرقل عجلة التنمية، لكان كلامه فيه من التحدي المنطقي الذي يحسب لحسابه. أما أن يقول لا تقوى على مجموع، طبعا لا تقوى، لديك قوة عسكرية والساحة قالت أنك استخدمت القوة العسكرية والبطش في قتل ألف متظاهر سلمي فارغ اليدين على الصدر طبعا، وتؤكد على أنك أداتك الحوارية هي السلاح. إذن أنت قاصر عن تقديم شيء إيجابي وتلوح بحب السلاح، فأنت إلى حد كبير تقول للناس أنا سارق ورافع سيف بتار. إذن هذا لو كنت أنا مسؤول في الدولة العراقية لأقلته فورا، لأنه لا يعي كيف يتحرك وكيف أنا الذي مراقب. قرأت له هكذا، وما بالك بالذي له أعتقد دكتور، وأنت أكيد يعني أنا متأكد بأنك لا تعتقد بهذا الشيء. هل من المنطقي أن يخرج المتحدث باسم الحزب أو الائتلاف برأيه الشخصي أو برأيه الخاص؟ هو يعبر عن رأي حكومة كاملة. سأكمل لك. ولأنه لن يقال، فذلك يؤكد أنه القول هو للمصدر الذي عينه وهو ما تفضلت به حضرتك. إذن هذا الرأي رأي قوى سياسية. إذن نعود إلى أساس الحراك الوطني. الحراك الوطني فعلا قال أن هذه المجموعة ليست مجموعة عمل للعراق بقدر ما مجموعة نهب وقتل وسلب ووجب تغييرها. إذن هذه المجموعة المتحدث ومن خلفه أعطى مصداقية إلى الرؤية العالية لثوار تشرين. إذن هو إلى حد كبير أساء نفسه، دعم ثورة تشرين، وهنا أقول أو أتوافق معه. نعم ثورة تشرين خرجوا بصدور عالية وأيادي بيضاء، ولكنك أنت حامل الدم، وبالتالي بالتأكيد حامل الدم قد يتغلب، ولكن الله عز وجل يمهل ولا يهمل. طيب. والشعوب دائما هي المنتصرة، وبالتالي أعتقد قد يندم هذا المتحدث ومن خلفه، لأن الشعب العراقي إذا تحرك كما تحركت الأيام الماضية والسنين الماضية غير أنظمة كبيرة. ولعلمه
أنه بريطانيا قبل غيرها أدركت أن المنطقة العربية حيوية تغير الدول العملاقة، وقالوا أن العراق هو محور التغيير، فذلك لا يمكن طيب. أن هذا غيره يثني هذه الحقيقة. وبالتالي أعتقد أن هذا الكلام للمسؤول دلل على النوايا السيئة والرؤية القاصرة والحاقدة له ومن خلفه، وبالتالي عزز عند العراقيين موقف الحقيقي الصالح الناصح لثوار تشرين. أرجع لحضرتك بعد لحظات دكتور إذا تسمح لي، نستمع لرأي السيد أبو علي من الديوانية. تفضل يا أبو علي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حبيب الكريم، الرسول وزع غنائم، سمع في المسلمين وزع غنائم، فقام طيب. أحد الجالسين للرسول قال يا رسول الله أعطيني من هذا المال ليس لك هذا. والرسول ما رد عليه، جاب عليه مكافحة الإرهاب لو شيء. الصحابة اعترضوا الموجودين لما الرسول جاهم، لا طالبوا بحقه وأنا حقه راح أعطيه إياه بالتساوي. طيب. ما ذب عليهم جاب لهم مكافحة الإرهاب ولا جاب لهم عليهم الشغب. يعني الدولة الشعب من يطلع مظاهرات تطلع اعتيازاته يطلع، يعني من وين متحدة يطلع. نعم. يعني الدولة ما قاعدة تقسم الحق للشعب كله. نعم. يعني يرحم والديك، الموظف تعطونه بيت 200 مليون 300 مليون ياخذ بيت. نعم. يعني الطبقة الكبيرة من الشعب العراقي ما مثلنا، يعني الفقير ايش مطينا؟ مطينا 100 ألف. الفقير هو اللي قاعد بالتجاوز، عنده 200 مليون يشتري له بيت. نعم. ليش باقي الدول تهتم بالفقير والعراقي هنا يطول للعدم فلوس؟ نعم. يطول لحزابهم الميزانية توزع لهم، كله يتوزع لهم، ما لا ثورة التشرين لم تبقي بأكمارها لحد الآن. نعم. أني أشكرك شكرا جزيلا سيد أبو علي من الديوانية، كلام حقيقة في غاية الأهمية. دكتور قحطاني يقول أبو علي يعني ليش يستكثرون على الناس أنه تطالب بحقها؟ اليوم المواطن العراقي لما يطلع يتظاهر ما أريد أطلب أنا من فلوس وأموال المسؤولة الخاصة أو الشخصية، أنا دا أطلب الحق العام، دا أطلب حقي في هذا البلد. ليش يستكثرون علي ويطلقون علي كلابهم من القوات الأمنية ومن الميليشيات ومن كذا كما يوصفها المواطن اليوم بالشارع؟ يعني هذه الآلة القمعية، القبضة الحديدية اللي لم تبقي لا أخضر ولا يابس. وعلى فكرة احنا نقارنها بقضية مصر وقضية تونس، القوات الأمنية كانت وقفت موقف الحياد عندما نتحدث عن الجيش، تمام؟ هنا بالعراق الموضوع مختلف، الموضوع الجيش كان الذراع أو العصا التي استخدمتها الحكومة في سبيل ضرب الشعب. فليش يستكثرون على العالم المطالبة بحقهم؟ لأن اللي في بال القوى السياسية ليس في بال حق الشعب. لو كان في القوى السياسية فكر بحق الشعب لا استشعروا بحق الشعب وأعطوه قبل أن يتحدث. والمثل اللي ضربه أو الشيء اللي استعان به الأخونا المتحدث بالديوانية مع الصور التي أعطانا إياها عن الرسول صلى الله عليه وسلم وكيف يتعامل مع طالب الحق، هو هذا الحق بعينه، هو هذا الروح المسؤولية بعينها، وليس بالضرورة روح الإسلام، روح المسؤولية. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مسؤول عن مجموعة، عن أمة، عن جماعة، كان منصفا، وهو الذي قال لو فاطمة بنت محمد لو والله ربي ذكرتها هلكت أمة قبلكم، كانوا إذا سرق بهم الغني باركوه، إذا سرق الفقير أقاموا عليه الحد، والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. نعم. هذا هو الحق العام اللي يعرفه رسول الله. المصيبة الأحزاب الإسلامية التي تحكم العراق. مشكلة. إذن هاي المجموعة لو عرفت شيئا من الإسلام لقيت أملة لكانوا على كل تقدير مع احتراماتي براغماتيين يخدعون الأقربين لهم، ولكن نرى يسرقون ويسرقون. وسرقة القرن معروفة كيف يخرج السارق رغم أنف الجهات الرسمية جميعا. إذن هم قالوا وقاطعوا العملية، قاطعوا المتظاهرين، لم يوافقوا على مطالب المتظاهرين لأن مطالبهم للقوى السياسية مطالب للقوى خارجية، وبالتالي
لا يتوافق الرغبة الخارجية مع ابن الوطن، فذلك يتقاطعون. وهم لو كان لديهم واحد بالألف عامل لحركة يمكن يكسب بها المواطن أعتقد لذهبوا إليها، ولكنهم بشكل عام 100% لا إرادة لهم لا خيار لهم إلا ما يخدم الخارج. هل يعكس هذا القمع وهذه الشيطنة التي تمارسها هذه الأحزاب على أي تظاهرات تخرج، والآلة الإعلامية التي تسخر ليل نهار في سبيل ضرب المتظاهرين تشرين وغيرها، هل تعكس حالة الخوف والذعر لدى هذه الأحزاب من اتساع رقعة التظاهرات وبالتالي سرعة القضاء عليهم؟ بالتأكيد هم لو كان لديهم حجة أخرى يفرغون حجج تشرين لا قدموا الحجج وأنهوها. عشان مثال بعض التظاهرات خرجت من أجل كهرباء، عشان المثال لو أن الكهرباء قد تحققت أو تعافت وبدأ التحسن عند المواطن، سيستشعر المواطن بأن الجهة الرسمية تقوم في واجبها بصورة صحيحة. فلما هذا العرقلة؟ فهم أساساً لم يسعوا إلى تحسين الكهرباء، لذلك يضغطون ويكتمون أصوات المطالبين بالكهرباء. هذا هو الحال. لذلك عندما حسب ما سمعنا أن غلقوا قناة البغدادية وحبسوا الأخ علي ذبحاو وخبسوا بعض الأشخاص كانوا في ساحات التحرير، ويقولون لا دولة مثلكم وأنتم تعيشون أزهى عصور الديمقراطية. هذه الديمقراطية نعم التي لم تجرب في كل العالم إلا في هذه المنطقة الغبراء. حقيقة الأمر المشكلة الكبرى أيضا في شعبنا، يعذرني الشعب. لماذا؟ لأن هذه الفصائل المسلحة كثير الخارج عن القانون مقاتليها عراقيون، وقسم ما أخفى عليه قسم منهم أقرباء لي. القوة العسكرية الآن التي تبطش بها على التظاهر أخوك وأخوي وابن عمك وابن عمي، الأحزاب السياسية التي تؤيدها الجماهير العراقية أولاد عمك وابن عمي، إذا أيضا خلل بينا يا أخي العزيز. دكتور يعني حرجع لحضرتك لحظات على هاي النقطة، لأن النقطة مهمة نناقشها، بس نسمع رأي السيد أبو علي من بغداد سريعا. تفضل يا أبو علي أريدك تنصي صوت التلفزيون وتسمعني من الهاتف لو سمحت. سيد أبو علي بس نصي صوت التلفزيون لو سمحت. ألو السلام عليكم. عليكم السلام، حياك الله. شلون صحتك؟ الله يسلمك. أستاذ محمد، بالنسبة هاي الثورة باعوها، هذول الشطاء باعوها ثورة التشرين. باعوها لأنه ولا واحد موجود. ملاحظهم التوانس يستاهل حيان طبعا، ولا موجود ولا أي واحد من الحكومة، مهزومين وراحوا بس يطلعون بالفضائيات يحكون والتشرين وهم عافوا العالم. ضحتهم والله العظيم يعني فت حالة يرثى لها. طيب. يعني انت من تطلع انت مو عندك قضيه ومبدا، شلون تشوف اخوانك دول؟ تمام. ولا واحد من هذا الوشاح والحكام وما اعرف اسمه كلهم انهزموا وخلوا ولد الخابه 200 واحد ما بيهم، الله يشهد والي مشاهد عيان يا استاذ محمد. صدق يعني هاي بشريه، يعني شلون انتم بعد تحجون وتقولون يعني مو دول اخوانكم، شلون تشوفوهم يعني؟ طيب بس اريد رايك سريعا، رايك بالحكومه وقمعها اللي صار والارواح اللي انزهقت والمصابين والمعاقين، مناوي تذكرهم؟ يعني لك نيه انه تذكرهم تجيبهم بالطاري لو ما عاجبك اليوم؟ والله يا استاذ محمد هي مثل عمام الرجل مثل ما يقول، ذولا يقولون شكله ذولا يقولون شكله يا الله. يعني انت ما شاء الله، لحظه يعني حضرتك ما شاء الله كنت شاهد عيان على هروب النشطاء، بس عينك غمضتها ولا ما شفت القمع الحكومي، ما شفت المجازر اللي ارتكبت؟ يعني انت تشوف النشطاء ينهزمون لكن تشوف الحكومه وميليشياتها وقمعها لا، ما تعرف تقول صارت هوسه علينا. استاذ محمد تدري شنو؟ يعني ما اعلم وش الشغله اللي صارت. واحد ما ادري تجاوز وما ادري شنو فصارت. طيب انا سؤالي سؤال سريع لك يا ابو عبد الله ابو علي، وما عندي وقت هوايه وياك، سؤال سريع وإجابة سريعة أريد منك. ليش الحكومة معالجت المشاكل والخلل والأخطاء الموجودة في العراق اللي سببها هاي الأحزاب؟ ليش مدى تسعى تريح العالم وترضي الناس؟ ليش بعدنا عايشين الفساد والميليشيات والظلم؟ والله أستاذ محمد أنا أقول لك العين ما تشوفه الله، هذا على شلون أتاهبين حمام الشون. فالناس الحمد لله سايا بالنسبة للحكومة أنا رجال
سايق أجرة يعني وأكثر بالشوارع، أشوف أكو عمل وكتب بس شيء صحيح بالبلد يعني صراحة يعني. تمام. شكراً أبو علي، شكراً أبو علي، وصلت الفكرة. دكتور قحطان يعني سريعاً، أبو علي طبعاً من الآراء الـ ربما التي تقف بالنقيض من ما نطرح، ومن الغالبية ربما حتى يقول الوضع بالعراق مستتب، النشطاء أغلب قيادات تشرين من الناشطين البارزين انهزموا، عافوا إخوانهم وراهم، واليوم الوضع تمام، أكو أعمار وأكو شغل. تعليق سريع من حضرتك على هذا الرأي. لا غير دقيقة أخونا أبو علي، يرجى يكون أدق لأنها مسؤولية سيحاسب عليه يوم الحساب. وضع عراقي بكل دلالات القياس هو الأسوأ بكل مقاييس العالم العلمية والحياتية والعملية، وأعلى نسبة أمية وعلى نسبة بطالة، هذا ليس صحيحا. الشيء الآخر، قد يكون هناك شخص لم تراه في الساحة وقد يجوز انسحب، هذا لا يدل، لا علاقة له بحقية التظاهرة ببطش الجهات الرسمية وبما ينبغي على المتظاهرين يقومون به. إذن مسألة لا تكون انتقائية، ولكن بالتأكيد ليس هناك عمل كامل 100%. طيب أنا أشكر حضرتك، شكرا جزيلا دكتور قحطان الخفاجي الأكاديمي والباحث السياسي، كنت معنا في هذه الحلقة من منبر الرافدين. الله يسلمك. مشاهدينا الكرام، فيما تبقى من وقت دعونا نستمع إلى آراء أخرى من مواطنين عراقيين بشأن موضوعنا لهذه الحلقة ثم نعود. والله ثورة تشرين ثورة شبابية يعني صادقة، صح أنطت كثير من الدماء الشابة الوطنية، ونسأل الله أن يرحمه برحمته الواسعة، وأن تكون هذه الثورة مخلدة للتاريخ العراقي الصحيح. هو هذا الشيء صحيح، لكن تكون ثورة شبابية صادقة بعيدة عن التحزب والانتماءات. ما أعتقد حققت أي طموح للعراقيين، لكن نسأل الله أنه تكون انتخابات صادقة بعيدة عن التحزبات والانتماءات والانتهازية، وتخدم مصلحة الشعب العام العراقي الحبيب. إذا كان النظام إيجابي ونظام حق وصحيح ويخدم الشعب العراقي، لا يعني أوكي، لا ماكو مشكلة. لكن إذا كان النظام تبعي، نظام سياسي، نظام تحزبي، أكيد الشعب يريد إسقاط النظام. والله ثورة تشرين ثورة الشعب ضد هاي الطغمة السياسية، الحكام اللي جونا من سنة 2003، ولهذا اليوم الشعب ما يريدهم. يعني الشعب يعني الشعب شلون أعبر لك، أقول لك يعني الشعب يعني ما يريدهم. الانتخابات تجي الانتخابات يعني تزوير ومزيفة وأحزاب تمشيها، يعني أكثر الشعب ما يريد هاي الحكومة. هاي الحكومة ملينا من عندها من 2003، لهذا اليوم مشلبين حزب الدعوة وبدر وهذا المشلبين بالحكم. هذا وزير داخلية حوله وزير زراعة، هذا الوزير يجيبوه يغيرون بس المناصب مالتهم، وهم نفسهم يدورون علينا. احنا نريد وجوه جديدة، هذول وجوه كاحلة وفاسدين وما عندهم غيرة على البلد. يعني دولة ما عندهم غيرة، لا عندهم غيرة على بلدهم، لا عندهم غيرة على الوطن، لا هاي ناس حرامية وسراق للمال الشعب وخلص. شوف أقول لك، إذا خاف تزعل من عندي، هاي الثورة أنا أيد هاي الثورة، هاي ثورة ثورة الشعب، مو ثورة تشرين، هي ثورة الشعب ضد الحكام هاي السياسية. فأنا أيد هاي الثورة، لكن هاي الثورة ما جابت نتائجها، يعني النتائج ما صارت. هم نفسهم دا يدورون علينا وفارضين نفسهم علينا قوة، يعني هذا مو حل. هذا تقمع المتظاهرين على مود، شنو على مود؟ لا يطلعون يثورون عليهم أو لا يطبون للخضراء، وكأنما الخضراء هي ملك مال بهاتهم، يعني هاي الخضراء. فالقصد أنه هاي الحكومة الشعب مل من هاي الوجوه، نريد وجوه جديدة تتقدم. ماكو وجوه جديدة، هم نفسهم سراق وحرامية، والوزير اللي يجيك رئيس وزراء واحد أفسد من الآخر. زين أنت يعني إيش تترجى من هاي الحكومة؟ هاي حكومة ما تترجى خير من عندها نهائيا.
والله أقعد الصبح أنا أقعد الصبح وأنا روحي طالعة من يمهم. زين أريد تغيير، أريد تغيير ملموس، يعني نفس الوجوه هاي نفس الوجوه. زين أكو عندنا مجلس قضاء أعلى، مجلس القضاء الأعلى يترأسه فايق زيدان. زين هاي السرقات اللي قاعد تنسرق من الشعب، من قوة الشعب، وهاي الأراضي جاي تنباع، جاي يبيعها رئيس الوزراء، يا رئيس وزراء يجينا يبيع الأراض، يا هذاك يجي، يعني شنو انتم ما تقول لي شنو شنو تشلبين بهاي الحكومة؟ يعني نريد ان رئيس وزراء يجينا انسان عنده غيرة على هالبلد؟ ماكو ناس يعني جايين مصالحهم الشخصية ياخذ ملاته ويروح، اما ما يباعون لهذا الشعب، هذا الشعب التعبان. استمعتم مشاهدينا الكرام واستمعنا مع حضراتكم الى هذه الآراء، وهي تعكس لسان حال اغلب العراقيين في الداخل والخارج نظرا لما يمرون فيه ونظرا للمعاناة التي يعيشونها بشكل يومي، وانا هنا اتحدث عن الذين في الداخل بشكل اكثر من هم في خارج العراق، وطبعا هذا لا يقلل من حجم المعاناة للمغتربين أيضا. مشاهدينا الكرام، بهذا نصل وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع، أشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.